لكن خلينا في كرة القدم دلوقتي أستاذ إبراهيم، لأن عايز أقول لكم حاجة على صرامة النظام هنا في مواجهة الإجراءات الاحترازية ومواجهة فيروس كورونا. أنت عارفين إن كل فرقة متثبت لها ملعب تدريب ما تغيروش، ومحدش غيرها يخش فيه، أكنك أنت ماشي في فقاع بالمعنى الحرفي. كل المسار اللي أنت ماشي فيه سواء في التدريب سواء في اللوكاندا سواء في الانتقالات هو ما بيتغيرش. إذا الكرة راحت من ملعبك بعيد عنك مش مسموح لك أنت تجيبها، في ناس مخصوصين بيجيبوها لك. بيبقى يعني درجة الاطمئنان بالنسبة لهم كبيرة جدا جدا. ممنوع حد، وده اللي خلانا النهارده يعني احنا امبارح اتاخرنا عشان استاذ ابراهيم راح الملعب وانا استنيت هنا عشان نقدر نجهز معلومات من الملعب والشغل اللي هنجهزه من هنا. فلما اتاخر التمرين اتاخرت الرساله. النهارده قالوا ممنوع انك تغادر الملعب الا في قافله، كل العربيات مع بعضها، فانت بتروح جماعه وترجع جماعه، تروح زي ما تروح والعربيات كلها تتحرك مع بعضها. هو ده النظام الصارم في التحرك في مسار محدد جدا. وفي اصدقاء كتار لينا هنا ليك وليا بيتصلوا نفسهم يشوفونا، ناس كتير من الجاليه المصريه قاعدين يتواصلوا معانا. يعني بيقولوا ان احنا مقصرين معاكم، بس هم مش عارفين يقربوا، مش عارفين، واحنا بالتالي مش عارفين نخرج لهم. صحيح. لكن في كل الاحوال كل ده يهون، وكل ده يعني ثمن بسيط جدا.